رياض ومدارس الوطن العربي. اليوم درسنا عن الزواحف، هي حيوانات تزحف على بطنها وتتكاثر بالبيض مثل الحرباء والأفعى والسلحفاة. هي حيوانات تزحف على بطنها وتتكاثر بالبيض ويغطي جسمها الحراشف. بعضها لها أرجل قصيرة مثل التمساح والسلحفاة والحرباء ومغطى جسمها بالحراشف. بعضها ليس لها أرجل مثل الأفعى. أما السلحفاة فيغطي جسمها الدرع لحمايتها من المخاطر.